يصل غدا الجمعة بعثة فريق أتلتيكو مدريد إلى مطار برج العرب على متن طائرة خاصة على أن يؤدي المباراة السبت ثم العودة إلى بلاده. هذا ويقوم لاعبو الفريق الأسباني بتوجيه رسالة محبة وتضامن للشعب المصري باللغة العربية عبر وسائل الإعلام المختلفة للتأكيد على وقوف الجميع يدا واحدة في وجه الإرهاب. كابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قائمة اللاعبين المرشحة لخوض مباراة بتروجيت والمقرر لها غدا الجمعة ضمن الجولة 16 بمسابقة الدوري الممتاز. وضمت قائمة الأهلي 23 لاعب وهم محمد الشناوي، أحمد عادل، عبد المنعم، رمضان مصطفى، أحمد فتحي، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، وعلي معلول، وحسام عاشور، وعمر السلية، وعبد الله السعيد، وأحمد الشيخ، فوليد سليمان، وليد أزارو، ومحمد هاني، وميدو جابر، وأحمد حمدي، وأحمد ياسر ريان، وإسلام محارب، وكريم ندفد، وأكرم توفيق، وأحمد حمودي، وحسين السيد، وبكماني مالامبي. يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته اليوم على الملعب الفرعي ببرج العرب استعدادا لمباراة بتروجيت والمقررة غدا الجمعة. وكان الفريق قد غادر القاهرة اليوم متوجها إلى برج العرب للدخول في معسكر مغلق استعدادا للقاء.